السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الجزء الرابع من أنمي تيمبورو. لو ما شاهدت الأجزاء السابقة عليكم مشاهدتها قبل مشاهدة هذا المقطع والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة. وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا. كاكامي ويوزوكي بعدما صعدوا للحافلة الغلط قرروا أنهم لن يستسلموا، لهذا يوزوكي غيرت ملابسها وارتدت الكيمونو. من بعدها عندما وصلوا للإشارة الحمراء نزلوا من الشاحنة وقاموا باستعارتها من صاحبها ليذهبوا إلى المعبد الذي سوف يتم فيه زواج يوزوكي. وفي الطريق يتذكرت عندما كانت تتحدث مع أختها الكبرى كيكي وقالت لها أنها لا تريد أن يغلق هذا المعبد. لترد عليها كيكي أن الأمر سوف يتطلب 3 سنوات حتى تصبح يوزوكي راهبة كبرى، لكن المعبد لا يمتلك سوى سنة واحدة وبعدها سوف يغلق. لهذا كيكي اقترحت أنها سوف تعين وسيط زواج لكي تنقذ المعبد من الإغلاق. بعدها وصلوا للمعبد لكن الشاحنة تحطمت. كيف سوف يقومون بإصلاحها وكيف سوف يعوضون صاحبها الله أعلم. المهم أن يوزوكي وصلت في الوقت المناسب. بعدها هي دخلت وقالت له وداعا. في تلك اللحظة رد عليها حد موفق ولما دخلت قال مع نفسه هذا هو الوداع بالتأكيد، لا يستطيع رجل مثله مواصلة العيش معها لأنها سوف تتزوج، يعني حتى لو كان يحبها أو معجب بها لا يمكن أن يبقى معها. البنت طارت من يديه والغبي هو من أوصلها بيده وقال يوزوكي أتمنى لك حياة سعيدة، وهذا دليل صراحة على قلبها الطيب. لكن بشكل مفاجئ وجد أن امرأة تجلس بجانبه. قال لها من أنت؟ لترد عليه بل من أنت؟ ما الذي تفعله هنا؟ ولما نظرت في شكله جيدا قالت له أظن أنك جزء من المعبد بما أنك ترتدي ملابس العمل، لذا عليك بدء التنظيف الآن. وسحبته من أذنه وأدخلته للمعبد. هو حاول أن يشرح لها لكن لم يجد الوقت أو الطريقة. في تلك الأثناء يوزوكي عرفت عن نفسها وشكرت الكاهن على استضافتها وهو شكرها على قطعها كل هذه المسافة للحضور وقال لها أن اسمه كيجو هوان، وهي ردت عليه أنها تشرفت بمعرفته. بعدها قال لها أنها هي تبدو صغيرة نوعا ما، لماذا لجأت إلى وسيط زواج في مثل هذا السن؟ يعني وسيط الزواج هو الذي يبحث لك عن زوج، لكن هذا الوسيط يستخدمونها النساء التي كبر عمرها ولم تجد زوج مناسب، لهذا يستخدمون وسيط الزواج ليبحث لهم عن زوج. لكن يوزوكي لازالت بنت صغيرة، يمكنها أن تجد أي شخص لأنها فعليا لازالت صغيرة وجميلة ولديها المؤهلات والمقومات لتجد الزوج المناسب لها، أو كما قصد الكاهن أي رجل سوف يكون سعيد لو كانت زوجته. لترد عليه هي أنها تحب معبد ميكازوكي ومن يعيشون فيه لأنها تعتبر كل من يعيشون هناك عائلتها وأصدقائها وهم لطفاء ويعتمد عليهم، وهي واثقة أنهم يدعمونها من بعيد. لكن فجأة لما نظرت للحديقة وجدت أكاغامي يكنس في الحديقة. في تلك اللحظة صدمت وقالت هل هو أم شخص آخر يشبهه. هو قال مع نفسه أنه لا يريد رؤية يوزوكي وهي تلتقي برجل آخر، لكن منظرها الجذاب لا يجب تفويته أبدا. لكن بدأ يلكم نفسه ويقول أيتها الرغبات الدنيوية اختفي اختفي. هي عندما نظرت له ووجدت يلكم نفسه قالت هو بكل تأكيد. ليسألها الكاهن هل هناك شيء ما لأنك تبدين متوترة، هي ردت عليه أنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق. ليقول لها هو يمكنك تخيل أن عائلتك وأصدقائك بجانبك ينظرون لك. لتقول له هي أنا قلقة لأن ذلك بالضبط ما يحدث، لكن بسبب التوتر نسيت ما كانت تريد قوله. وأكاغامي لاحظ ذلك وقال أن وجوده بالقرب منها لديه تأثير سلبي عليها، لهذا عليها الاختباء في الحال ليجد تلك الراهبة تناديه. ولما ذهب إليها وجد نفسه جالس بجانب يوزوكي وذلك الراهب وقال لهم أن وسيطة الزواج مرضت فجأة ولن تستطيع الحضور، وذلك الراهب هو تلك البنت التي كانت تنادي عليه، لهذا أكاغامي أخذ مكانها بكل تواضع. يوزوكي لم تفهم ما الذي يحدث بالضبط وهو قال مع نفسه أن عليه أن يقوم بدور كيبورد من أجل يوزوكي على الأقل. بعدها قال لهم سيدتي وسيدي ما الذي تريد أن تقوم به مع شريكك؟ ليقول لها الراهب أنه يريد أن يذهب معها لمشاهدة الفيلم لأنه في العادة يذهب لوحده لكنه سوف يستمتع أكثر برفقتها. يوزوكي قالت أن الأمر سوف يدوز على خير، ليس عليها أن تقلق. لكن لما نظرت إلى أكاغامي الذي كان قلبه سوف يتقطع بسبب أنهم سوف يذهبون لفيلم في ذلك الجو الرومانسي، لكن في الأخير هدأ نفسه وقال أن عليه أن يكمل الأمر. بعدها سأله مرة أخرى وقال له كيف تقضي أيام إجازتك؟ ليرد عليه ذلك الراهب
أقضيها باسترخاء في الينابيع الساخنة. وهذا مرة أخرى كان سوف يقضي على أكاغامي الذي بدأ يتخيل ذلك الراهب يسترخي في الينابيع الساخنة مع يوزوكي. لكن يوزوكي كل مرة تسأله هل هو بخير ليرد عليها لا داعي للقلق بشأنه. بعدها سأل مرة أخرى الكاهن وقال له ما خططك إن تزوجتما؟ ليرد عليها الراهب أنه يريد أن ينجب حوالي 10 أطفال أرنب وليس إنسان، يريد أن ينجب فريق كرة قدم. لكن من شدة صدمة أكاغامي خرج الدم من فمه وفقد الوعي، لهذا تم جره خارج القاعة وهي اعتذرت من الراهب ليقول لها لا بأس أصدقائك كما وصفتهم بالضبط، لا أعرف ما الذي يفعله هنا وكيف دخل وكيف وصل إلى هنا، لكن أنا واثق أنه لم يأتي للتدخل في لقائنا لأنني أعتبر نفسي شخص يحسن كثيرا الحكم على الناس، ولابد أنه كان قلق عليك بشكل كبير جدا ولم تكن هناك ولو كذبة واحدة في كلامه. وهي عندما سمعت هذا الكلام من الراهب تذكرت أمها عندما قالت لها أنه لا يجب عليها أن تكذب، وقالت مع نفسها هذا صحيح الكذب ليس صحيحا، وهو سألها ماذا بها لتقول له أنه هي آسف فهي لا تنوي الزواج في الحقيقة، وتذكرت كلامها مع كيكي والتي قالت لها أنها تريد الزواج من أجل أن تجد راهب كبير يشتغل ويهتم بأمور المعبد لكن ذلك ليس صائب. ويوزوكي كانت تعرف هذا لتقول لها كيكي أنه يمكنها أن تذهب للقاءات ويعملون خطبة، وبعدها تبقى مع ذلك الراهب لمرور 3 سنوات وتصبح يوزوكي قادرة على تولي أمر المعبد، وسوف تقوم بفسخ الخطبة. لتقول لها يوزوكي ألا يبدو ذلك احتيال؟ لترد عليها كيكي أنه هو سوف يحصل على فرصة ليكون بجانب امرأة يافعة جميلة حتى هو لن يرفض ذلك، بالإضافة إلى أنه يمكنك الزواج منه إذا أعجبك. لتقول لها يوزوكي وماذا إن أراد الزواج بسرعة؟ لتقول لها صاحبة الخبرة كيكي أخبري حينها أنك تريدين التركيز على دروسك لوقت أطول واجعليه ينتظر. وهذه الخدعة يستخدمها أغلب البنات حاليا حيلة أنها تريد أن تكمل دراستها. بعد ذلك يوزوكي قررت أن تجرب الأمر ليقول لها ذلك الراهب فهمت الأمر، بتعبير آخر أردت المساعدة لإبقاء المعبد مفتوح ولهذا السبب عينت وسيط زواج. لتقول له أنه هي آسفة جدا وتدرك أنه ليس عليها الكذب، لكن مع ذلك هي تعلم أن ما سوف تطلبها الآن وقاحة منها، لكن تتمنى لا يمكنه أن يساعدها. ليقول لها هو أنت شخص صريح وهذا يعجبني لكنك طفلة، سمعت أن معبد ميكازوكي متهالك والمعبد الرئيسي في حالة ماسة للإصلاحات، هل يمكنك إرضاء رعايا معبدك هكذا؟ هل يمكنك إنقاذ الآخرين بينما لا يمكنك حتى الاعتناء بنفسك؟ إبقاء المعبد مفتوح لن يسعد أي أحد، واثق أنه من قرر إغلاقه كان يفكر في نفس الشيء، لهذا عليك أن تستيقظي من أحلامك وواجهي واقعك، لا يستحق معبد ميكازوكي الحماية. لا ترد يوزوكي عليه أنه مع ذلك سوف تتولى زمام المعبد، لكن بشكل مفاجئ كان أكاغامي جالس بجانبهم وقال أنه لم يكن لديه أي فكرة أن زادت الأمر سوء، وقال أن أقل ما يمكنه فعله هو التضحية بحياته لاستعادة صورة المعبد. لتقول له يوزوكي أن ذلك سوف يؤثر على صورة المعبد أكثر، لهذا هو قال للكاهن هل هناك من طريقة أخرى لنحصل بها على فرصة ثانية في هذا اللقاء؟ ليقول لها الكاهن إغلاق المعبد سيكون في صالحه، يمكنك دفع ديونك ببطء بالإضافة إلى أنه لن يكون عليك خدمة المعبد بعد إغلاقه. هي في تلك اللحظة قالت هذا صحيح إغلاق المعبد سيكون في صالح أكاغامي. بعدها ذلك الكاهن قال لهم أن لقاءنا انتهى، لكن أكاغامي أمسكه وقال له أنقذ ذلك المعبد ويوزوكي حياتي مرتين، ذلك المعبد يستحق الحماية بالفعل، أظن أنه يجب أن يبقى مفتوحا. لكن الكاهن قال له ماذا إن فشلت؟ الكل سوف يعاني إذا بقى ذلك المعبد مفتوحا. ليقول له أكاغامي أنه سوف يدعم يوزوكي لكي لا تفشل في إدارة المعبد. ليرد عليه الكاهن هل تقسم على ذلك؟ هل تقسم على أن تقضي بقية حياتك في إسعاد أوبا يوزوكي؟ ليرد عليه أجل. ليقول لها الكاهن سوف تظل معها في سراء وضراء. ليقول له أكاغامي أجل. ليقول لها الكاهن وسوف تنشئان عائلة سعيدة معا. ليرد عليه أجل. لتلك اللحظة يوزوكي كانت بجانبهم ووجهها إحمر لأن ذلك لا يبدو شيء عادي وكأنه طلب زواج أو زواج بينهم. ليقول الكاهن لأكاغامي إذن أظهر قيمة معبد ميكازوكي. بعدها قال ليوزوكي أنه يقبل عرض خطبتها لكن سوف تكون خطبة بالاسم فقط. بعدها شكروه على ذلك. بعدها ذهبوا لمحطة القطار لكن وجد
وجدوا أن آخر قطار ذهب، لهذا قرروا أن يذهبوا ليأخذوا سيارة أجرة، لكن لم يجدوا أي سيارة. وقدم يوزوكي التهبت بسبب كثرة المشي، لهذا قرروا أن يرتاحوا في مكان ما حتى الغد ويعودوا للمعبد. ولم يجدوا إلا فندق من شكله تعرف أنه فندق غير عادي، وهو حاول أن يرى طريقة أخرى لكي يقضوا ذلك اليوم، لكن لم يشعروا بأنفسهم حتى وجدوا أنفسهم يحملون مفتاح الغرفة ويقفون أمامها. دخلوا للغرفة التي كانت جميلة نظيفة، بعدها هو ذهب للحمام، ولما انتهى وخرج هي بمجرد أن رأت قامت بإطفاء التلفاز، كانت متوترة جدا وقالت أنها سوف تذهب للحمام الآن. وهو لما قام بإشعال التلفاز قام بإطفائه مرة أخرى مباشرة وقال غير معقول، هي كانت تشاهد أفلام البالغين سرا، لهذا السبب هي كانت متوترة. بعدها بدأت تلك الأفكار الغبية السيئة تسقط في عقله، لهذا قرر أن يحميها من نفسه وقام بتعليق نفسه. وهي لما خرجت من الحمام وجدت في تلك الحالة فهمت كل شيء، وأنه رأى ما كانت تشاهده، وخطتها لإغرائه فشلت، لهذا قامت بتغطية عينيه وذهبت للنوم وقالت له أنه هو غبي. لتنتهي الحلقة الرابعة من الأنمي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في قناة التليجرام، سوف تجدونها في الوصف، هناك سوف أقوم بتنزيل الحلقات كاملة مترجمة. ملتقانا في المقطع القادم.